مرحبا بكم مجددا أصدقائي في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو سأتناول المحور الثالث من مفهوم المجتمع، وهذا المحور معنون بدور الإنسان في التاريخ. وكما العادة سأتفاعل أو سأقوم برصد هذا المحور في هذه السبورة أو السبورة الافتراضية التي سنقسمها بهذه الشكلة، بدءا كما أشير دائما بأن أقصى اليمين وهو مخصص للتصميم. الأمر يتعلق في هذا السياق بالمجزوعة والمفهوم، بالإضافة كذلك إلى المحور. المجزوعة هي الوضع البشري، ومفهوم التاريخ والمحور، وهو المحور الثالث المعنون بدور الإنسان في التاريخ. وتتمة التصميم بداية الطرح الإشكالي، ثانيا معالجة الإشكالية أو معالجة الإشكال المطروح في المحور، وثالثا يتعلق الأمر بالتركيب أو بخلاصة تركيبية. وفي هذا السياق سنشتغل على موقفين فلسفيين. الموقف الفلسفي الأول القائل بأن الإنسان فاعل داخل التاريخ أو داخل المنظومة التاريخية، لأن الإنسان يساهم بشكل فعلي في صناعة الأحداث التاريخية وفق شروط محددة كما يشير كارل ماركس. وفي هذا السياق يتعلق الأمر بالفلسفة الماركسية. والتصور الثاني وهو تصور أنثروبولوجي، أو عفوا تصور هيجيلي، قائل بأن التاريخ يستغل الأبطال من أجل صناعة الأحداث التاريخية. يتعلق الأمر في هذا السياق الفلسفة المثالية الهيجيلية، وبالتالي فمقاربتين في هذا السياق: مقاربة مادية ماركسية ومقاربة مثالية هيجيلية. بالنسبة لتتمة الاشتغال يتعلق الأمر في هذا السياق بعناصر المفارقة أو التقابل أو الإحراج، بالإضافة إلى تحويل هذا التقابل إلى تساؤل إشكالي، وبالإضافة كذلك إلى الفرضيات كأجوبة مؤقتة يتم طرحها في هذا السياق كإجابات مؤقتة على الإشكال المطروح، بالإضافة إلى المفاهيم التي ننطلق منها دائما باعتبارها أو نقوم من خلالها بالتذكير بأهم ما تم تداوله في إطار الحصة الماضية، وأخيرا الأمثلة الواقعية. إذن في هذا السياق سننطلق من المفاهيم. دائما أن مدخلنا هو مدخل مرتبط بالإنسان، لأن مدخل إلى كل المفاهيم هو مدخل أنثروبولوجي بامتياز. وما نعني بهذا الكلام وهو أن كل المفاهيم والمحاور والمجزوءات المطروحة أو التي تطرح بشكل عام في البرنامج أولى بكالوريا أو الثانية أو الجذوع، كلها مداخل لفهم الإنسان. أو بالأكثر من ذلك، بأن الفلسفة في مجملها تهتم بفهم واستيعاب المعالم الأساسية لمفهوم الإنسان. إذا مفهوم الإنسان باعتباره كائن يتميز بالازدواجية بين الجانب الطبيعي وبين الجانب النظري الثقافي. الجانب الطبيعي وهو يكمن في المستوى الجسدي، في حين أن الجانب الثقافي يرتبط بالجانب العقلي والحرية والإرادة والجانب الثقافي بشكل عام. بالإضافة إلى مفهوم التاريخ الذي يتكرر دائما يتكرر تعريفه في هذا السياق، ويرتبط أو يعني مجموعة من الأحداث والوقائع التي حدثت في الماضي الإنساني. ويمكن القول بأن التاريخ عبارة عن سيرورة من الأحداث والوقائع يتم سردها كروايات وحكايات من طرف المؤرخ، كما أن هذه الحكايات أو أن هذه التاريخ وهذه السيرورة والصيرورة ترتبط بكونها معرفة دقيقة يتم استحضارها وفق مناهج دقيقة. مفهوم آخر يتم استحضاره أو يجب استحضاره في هذا السياق، وهو مفهوم الفاعلية أو مفهوم الفعل.
لأن نريد أن نشير في هذا السياق إلى كون أن الإنسان هو الذي يتميز بالفعل أو أنه فاعل فاعل، وبالتالي فالفاعلية في هذا السياق ومفهوم الفعل حتى في الأدبيات اللغوية والقاموسية أن الفعل لغة وهو حالة تحصل للشيء بسبب تأثيره في غيره، ونقول مثلا بأنه فعل أي أنه أثر في شيء ما، في حين أنه انفعل فيكون عكس هذا. وفي فلسفة التاريخ يدخل الإنسان في صناعة الأحداث التاريخية بكامل إرادته وحريته، والفعل ينبع دائما من الوعي والمسؤولية بمجريات الحاضر والإلمام بها وبشروطها من أجل تفحص نواياه، يعني نوايا هذا التاريخ ومقاصده بطريقة دقيقة، وإمكانية البحث الواعي في تفاصيله بطريقة نقدية، بمعنى أننا نتحكم في صناعة أي حدث داخل التاريخ، فهذا الحدث تتدخل فيه الإرادة الإنسانية وتتدخل فيه الحرية الإنسانية والعقل الإنساني والإنسان في صناعته لحدث كيفما كان نوعه. فالحرية والإرادة يتدخلان في هذا السياق. على طرف نقيض هذا يمكن أن نشير إلى لمفهوم الانفعال، كل من الفعل والانفعال في الحقيقة هذه المفاهيم يمكن الرجوع بها إلى الفلسفة الأرسطية أو إلى المقولات الأرسطية، بالإضافة إلى مقولات إيمانويل كانط في الفعل والانفعال. الانفعال لغة كما أشرنا بالنسبة للفعل وهو حالة تحصل للشيء بسبب تأثره عن غيره، بمعنى أنه يتعلق الأمر في هذا السياق بأن هناك سبب أدى إلى التأثر بفعل معين. أما في الأدبيات الفلسفية وفي فلسفة التاريخ بشكل عام، فيفيد الانفعال استقلال إرادة التاريخ عن الإرادة البشرية، مع اعتبار أولى مطلقة أي إرادة التاريخ تجسيد بشكل موضوعي صوب غاية محددة سلفا، الأمر الذي يجعلها تستغل الإرادة الإنسانية أو الإرادة الثانية في هذا السياق لتحقيق هذه الغاية المطلقة، وهي الغاية النهائية النهائية للتاريخ. وفي هذا السياق يذكرنا بالفلسفات التي تقول بنهاية التاريخ، الفلسفة الماركسية والفلسفة الهيجيلية، كلها فلسفات تقول بأن التاريخ يتجه نحو غاية محددة بطريقة قبلية. بعجالة سأنطلق في هذا السياق، لأن المفاتيح أو المفاهيم المركزية في هذا السياق وهي مفهوم الإنسان والتاريخ والفعل والانفعال، على أساس أننا نريد أن نبين الفعل والانفعال داخل التاريخ. سأنطلق من وضعية مشكلة في هذا السياق، والوضعية المشكلة في الحقيقة مرتبطة بصورة لشخصية تاريخية معروفة في التاريخ أو في التاريخ الحديث للمغرب، أو على الأقل لمنطقة الريف الأمازيغية. في هذا السياق الأمر يتعلق بمجموعة من التساؤلات يمكن طرحها، من أجل ماذا؟ من أجل استخراج عناصر التقابل، لأن الوضعية المشكلة دائما غايتها وهو أن نصوغ من خلالها عناصر التقابل أو الإحراج أو المفارقات المطروحة في هذا السياق. إذا ما الشخصية التاريخية البارزة في الصورة؟ شخصية بارزة وهي للمجاهد أو للمقاوم المغربي الأمازيغي محمد بن عبد الكريم الخطابي. وما علاقته بمعركة أنوال التي دار طرحها بين الجيش الإسباني ومقاتلين مغاربة بمنطقة الريف الأمازيغية؟ أن في الحقيقة كان القائد محمد بن عبد الكريم الخطابي
قاد مجموعة من القبائل و كبد مجموعة من الخسائر المادية والبشرية بالنسبة للجيش الإسباني، وهزمهم شر هزيمة. بأي معنى يمكن الحديث عن الخطابي أو محمد عبد الكريم الخطابي كقائد لحروب الريف؟ أنه هناك في الحقيقة مجموعة من الشخصيات المعروفة، لأن لولا وجود شخصيات فذة وشخصيات قوية وصلبة لما برز نجم عفوا الخطابي في هذا السياق، لأن الخطابي إذا كان قد نجح في هذه المهام فبطبيعة الحال بمجموعة أو بمساعدة من مجموعة من الأسود في هذه المعارك. وبالتالي فالشخصية البارزة في الحقيقة كقائد لا يعطي خطط ويعطي خطط لحرب العصابات فهو محمد عبد الكريم الخطابي في هذا السياق، وبالتالي فهو شخصية قوية صنعت التاريخ، تاريخ المعاصر للريف وتاريخ العصر الحديث بالنسبة للمغرب. ألا يمكن القول بأن التاريخ استغل هذا البطل محمد عبد الكريم الخطابي لخدمة حدث تاريخي، علما بأن الخطابي استسلم في الأخير ونفي إلى لارينيون في إحدى جزر المحيط الهندي، وهذه السنة هي سنة 1926، وظل في هذه الجزيرة طيلة 20 سنة، وانتقل بعدها إلى فرنسا ثم إلى مصر حتى وفاته في مصر في 1963، بمعنى أنه في آخر المطاف نهاية كل الأبطال وكل الشخصيات التي صنعت التاريخ في الحقيقة أن نهايتها في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان تكون نهاية مأساوية، وهذا دليل على أن التاريخ يستغل في البداية هذه الشخصيات، وعندما ينتهي من هذه الشخصيات يرميها كقشور انتهت مهمتها داخل التاريخ. في هذا السياق إذن شخصية الخطابي في هذا السياق تبين بأنه صنع التاريخ، لكنه في نفس الوقت استغله التاريخ من أجل صناعة حدث تاريخي وكانت نهايته، كما هو الحال في الحقيقة بالنسبة لمجموعة من الأبطال تاريخيا، أن نهايتهم في التاريخ تكون نهاية مأساوية في آخر المطاف. وبالتالي فعناصر التقابل التي يمكن أن ننطلق منها في هذا السياق كون أن الإنسان فاعل داخل المنظومة التاريخية، لأن الإنسان يساهم في صناعة الأحداث التاريخية وفق شروط محددة، أو أن الإنسان عنصر فاعل هو الذي يصنع التاريخ، أو أننا من جهة أخرى وجه التقابل في هذا السياق أن التاريخ أو أن الإنسان مجرد منفعل داخل التاريخ، لأن التاريخ يستغل الأبطال من أجل صناعة الأحداث التاريخية. إذا لكي نقوم بتحويل هذا التقابل إلى تساؤل إشكالي، سنقول هل الإنسان فاعل داخل التاريخ يساهم، يعني أن الإنسان يساهم في صناعة التاريخ، أم أن التاريخ يستغل الأبطال من أجل صناعة الأحداث التاريخية؟ الفرضيات التي يمكن طرحها في هذا السياق، دائما نقاشنا الفلسفي يستمد أساسه الصريح من قوة التناقض ومن قوة هذا التقابل، ونبني كل هذه العناصر سواء التساؤل الإشكالي أو الفرضيات يتم بناؤها على هذه أو على ضوء هذا التقابل. إذا الفرضية الأولى، أفترض أن الإنسان فاعل داخل التاريخ يساهم في صناعة الأحداث التاريخية وفق شروط محددة. الفرضية الثانية، ربما أن التاريخ يستغل الأبطال من أجل صناعة الأحداث التاريخية. وهذه بمعنى أن الإجابة على هذه الفرضيات ستكون بطبيعة الحال على ضوء النصوص ومواقف فلسفية في هذا السياق، بدءا بالنص الماركس، نص كارل ماركس أو الفلسفة الماركسية التي تقول بأن الإنسان فاعل داخل التاريخ يصنع
عن أحداث تاريخية وفق شروط محددة، لأن الشروط بطبيعة الحال بالنسبة لماركس لا تكون اعتباطية، وإنما شروط موضوعية مادية هي التي تساهم في الانتقال من نمط إلى نمط، والإنسان له نسبيا دخل في هذا التغيير وفي هذه الثورة من بنية قديمة والانتقال إلى نمط جديد. النص يقول: إن الناس هم الذين يصنعون تاريخهم الخاص، إلا أنهم لا يفعلون ذلك عشوائيا وضمن شروط من اختيارهم، بل ضمن شروط معطاة مسبقا وموروثة من الماضي. بمعنى أن منذ البداية قلنا بأن حتى في ما أشرنا إليه في الدرس المنصرم المرتبط بالتاريخ وفكرة التقدم، أن الانتقال من نمط إلى نمط يعني يكون وفق حلقات، إن كذا حلقات، يعني حلقات التاريخ من المشاعر البدائية إلى العبودية، ثم أو قبلهم يعني النمط الآسيوي بالإضافة إلى الإقطاعية الفيودالية والرأسمالية والاشتراكية والشيوعية. بمعنى أن هناك شروط موضوعية في آخر المطاف، وهذه الشروط لا يختارها الإنسان، بل إنها تعطى بشكل موضوعي داخل الواقع. إذا فتقاليد كل الأجيال السابقة من الأموات تنزل بثقلها على الأحياء، وحتى عندما يبدو أنهم منشغلون بضرورة تغيير أو تغييرهم بخلق شيء جديد هم وباقي الأشياء، فإنهم يقومون باستحضار أرواح الماضي، يصايرون أسماءها وإشاراتها وأزيائها من أجل الظهور على المسرح الجديد للتاريخ بمظهر هذا القناع المحترم وهذه اللغة المسهرة. بمعنى أنه في آخر المطاف يعني أن الإنسان يرتبط دائما بشروط سابقة، وسيقدم كارل ماركس في هذا السياق مجموعة من الأمثلة على كون أن الإنسان في الحاضر لكنه يرتدي مثلا مجموعة من الأزياء القديمة ويرتبط بالأزياء القديمة. يعني على سبيل المثال، أن الإنسان مجموعة من الأشخاص مثلا في كأس العالم الذي نظم في قطر، مجموعة من الناس أوروبيين يرتدون مثلا لباس الحملات الصليبية. يعني هذا يشرح لنا مثال هذا المثال. نقول بأن الإنسان في هذا بالنسبة لكارل ماركس في هذا السياق، بأن تقاليد الأجيال السابقة من الأموات تنزل بثقلها على الأحياء، حتى عندما يبدو أنهم منشغلون بضرورة تغيير أو بتغييرهم بخلق شيء جديد، وهم وباقي الأشياء، فإنهم يقومون باستحضار أرواح الماضي، يصايرون أسماءها وشعاراتها وأزيائها من أجل الظهور على المسرح الجديد للتاريخ بمظهر هذا القناع المحترم وهذه اللغة المستعارة. ولهذا الأمر نجد أن المبتدئ في تعلم لغة جديدة يعيد ترجمتها دائما إلى لغته الأم، لأن الإنسان دائما يرتبط بأصله ويرتبط دائما بماضيه أيضا، لكنه لن ينجح في استيعاب جوهر هذه اللغة الجديدة، ولن ينجح في توظيفها بحرية إلا عندما يتمكن من ذلك بدون تذكر لغته الأم. بمعنى أنه في يعني يجب أن نقطع مع ما كان سابقا، يعني أن مثلا تعلم لغة جديدة يقتضي التفكير بثقافة تلك اللغة الجديدة، ومحاولة القطع مع اللغة الأم، أو على الأقل محاولة قطع التفكير بلغة الأم، لكي يسهل فيها آخر المطاف اكتساب تلك اللغة. إذن قال بأنه لن ينجح في توظيفها بحرية إلا عندما يتمكن من ذلك بدون ذكر لغته الأم، بل وينساها تماما. إن فحص دسائس أموات التاريخ يوحي مباشرة بوجود اختلاف صارخ، وقدم مجموعة من الأمثلة: ديسيمولين ودالتون
ريبيسي رين ونابليون ومجموعة من الأسماء التي ساهمت في تكوين المجتمع الفرنسي الحديث بعد الثورة. وقال بأن هذه الأسماء في آخر المطاف يعني كشخصيات بارزة في التاريخ، فنابليون بونابرت مثلا في هذا السياق كلهم يشكلون المعالم المجتمع الجديد بعد الثورة الفرنسية. وقال بأن الأبطال والأحزاب وجماهير الثورة الفرنسية الأولى كانوا ينجزون بأزياء رومانية وباستخدام جمل رومانية مهام عصرهم المتمثلة في انبثاق وتشكيل المجتمع البرجوازي الحديث. وإذا كان الأوائل قد فككوا المؤسسات الفيودالية إلى أجزاء، فإن نابليون بونابرت قد خلق داخل فرنسا الشروط التي بواسطتها ستتمكن المنافسة الحرة من التطور واستغلال الملكية الجزئية للأرض واستخدام قوى الإنتاج الصناعية المتحررة لدى الأمة، بينما سيعمل في الخارج على استئصال المؤسسات الفيودالية أينما وجدت، على أساس أن يخلق للمجتمع البرجوازي في فرنسا إن دعت الضرورة إلى ذلك، الحماية التي كانت تفتقر إليها تلك القارة الأوروبية. بمعنى أنه في آخر المطاف يعني خلق نمط جديد، يعني قدم مثال على هذا السياق. في هذا السياق يعني قدم مثال لنابليون الذي كان يخلق مجموعة من الشروط في اختلافه في الحقيقة بين فرنسا وبين مجموعة من الدول التي قام باحتلالها نابليون. وبالتالي ففي آخر المطاف يعني الإنسان في هذه الشاكلة لديه لمسة ولديه إرادة وحرية في تغيير مجموعة من الشروط التي يريدها داخل الواقع. وعلى سبيل المثال تعويض النمط الفيودالي أو على الأقل النمط والدول التي كانت تخضع لنمط فيودالي إقطاعي وتعويضها بمجتمع رأسمالي معاصر أو حداثي. على سبيل المثال للإنسان إنسان يساهم في صناعة الأحداث التاريخية أو في صناعة التاريخ. على سبيل المثال أينشتاين وإسحاق نيوتن صنعوا التاريخ كشخصيات. لأن على سبيل المثال الآن التاريخ يذكر أينشتاين في النسبية كإنسان عظيم وفي خلقه طاقة نووية ومساهمته الكبيرة في خلق الطاقة النووية، وإسحاق نيوتن في الميكانيكا. أنه لا يمكن أن نذكر مثلا السيارات الميكانيكية دون الرجوع إلى نيوتن، ولا يمكن الحديث عن الحرب العالمية والقنابل النووية الموظفة دون الرجوع إلى أينشتاين. على سبيل المثال أيضا للإنسان ككائن فاعل، أن سقراط رغم إعدامه فهو دخل إلى التاريخ في أبوابه الواسعة، لأن سقراط في هذا السياق كان على دراية بأن التاريخ أو دخوله إلى التاريخ أفضل بكثير من انبطاحه ومن استسلامه بطريقة جبانة. أكثر من ذلك مثال لطاليس كأول فيلسوف في المنظومة التاريخية. فالإنسان يعني لا يمكن ذكر الفلاسفة الطبيعي الأوائل وأول فلاسفة أو الفلاسفة الأوائل دون ذكر طاليس وآخرون. مثال آخر لابتكار الصفر في الرياضيات من طرف الفلاسفة المسلمون، بمعنى أن ما يحسب لهم أنهم على الأقل كما يقال بأن، لأن هناك من يقول بأن ابتكر الصفر في الحضارة العربية الإسلامية أو ابتكر مثلا في الحضارة الهندية القديمة، يعني أو على الأقل بأنه في هذا السياق لديهم إسهامات كبيرة في هذا المجال، بمعنى أنهم
مجموعة من الإسهامات بالنسبة للفلاسفة المسلمون والعلماء المسلمون أيضا، أنهم غيروا التاريخ في هذه أو بهذا المنحى. على المستوى الاقتصادي أيضا يمكن الحديث على آدم سميث ودافيد ريكاردو باعتبارهم عظماء صنعوا تاريخ وصنعوا علم اقتصاد وصنعوا أفكار علم اقتصاد في هذا السياق. إذا الفلسفة الماركسية في آخر المطاف قائمة أو أنه تغيير المجتمع والانتقال من نمط إلى نمط يبين دور الإنسان ودور الإنسان الفاعل في هذا السياق، بمعنى أن تغيير وضع من وضع إلى وضع الإنسان لديه على الأقل يعني نصيب من الإرادة ومن الحرية التي تكون كافية لكي يصنع ما يسمى بالثورة، وبالتالي دك البنية القديمة وتعويضها ببنية أخرى. وبالتالي فالصراع الطبقي بين طبقتين، بين طبقة مستغلة وطبقة مستغلة. طبقة مستغلة هي طبقة غير مالكة لوسائل الإنتاج أو عفوا مالكة لوسائل الإنتاج، في حين أن الطبقة المستغلة ويتم استغلالها فهي طبقة لا تملك وسائل الإنتاج، وبينهما دائما صراع أو ما يسمى بالصراع الطبقي بين العبيد وبين الأسياد وبين ملاك الأراضي أو الإقطاعيين وبين الأقنان وبين الرأسماليين وبين الطبقة البرجوازية والطبقة البروليتاريا وقس على ذلك. إذا أن بين هذه الطبقتين هناك استغلال وحشي، أي أن الطبقة المستغلة تستغل الطبقة المستغلة اللي هي الطبقة المسحوقة. هذه الطبقة المستغلة أو الطبقة الفقيرة تعيش دائما في حالة من الفقر المدقع، وتعيش مرحلة الاضطهاد، وفي الأخير بأن الوعي بهذا الفقر، لأن في الحقيقة التغيير لا يأتي من الفقر كفقر بل من الوعي بالفقر، بمعنى أن الوعي بالفقر هو الذي يصنع التغيير، لأن الوعي بالفقر هو الذي يصنع الثورة. وفي آخر المطاف أن هذه الثورة تؤدي إلى تغيير المجتمع وتغيير النظام القديم بنظام سياسي جديد، وبالتالي تغيير المجتمع من حلقة إلى حلقة وإلى حلقة. وفي هذا السياق يعني يبرز دور الإنسان الفاعل، لأن الإنسان هو الذي يقوم بالثورة، فلا يمكن أن نتحدث عن الثورة دون استحضار الإنسان في آخر المطاف. إذا مفهوم الثورة يقوم بها الإنسان، والإنسان من خلال وعيه بفقره، والفقر يأتي من استغلال الطبقة البرجوازية للطبقة الفقيرة، وهذه الطبقة الفقيرة تعي فقرها وتفهم بأنها في أوضاع مزرية، ويجب أن تغير هذه الأوضاع بثورة وبالانتفاضة، وهذه الانتفاضة تؤدي إلى تغيير المجتمع إلى نمط آخر. وفي هذا السياق يتبين بأن الإنسان كائن فاعل. هذا ما جسده جيفارا أو تشي جيفارا في الـ في الـ في في يعني ك ك يعني في دفاعه في كوبا عن الماركسية، ووقوفه ضد النمط الرأسمالي أو ضد الأنظمة الرأسمالية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الغرب بشكل عام. إذا الإنسان أو جيفارا يعني يعتبر شخص عظيم صنع التاريخ، وواعي بأن التاريخ يجب تغييره في هذا السياق. أيضا أن المقاومة المسلحة يعني إبان فترة الاستعمار في المغرب، يتعلق الأمر بالشخصيات التاريخية صنعت التاريخ، محمد الكريم الخطابي كما أشرت، وأحمد الهيبة، وعسوب سلام، مربه ربو إلى آخره، بمعنى كلها يعني شخصيات تاريخية بارزة، سواء في شمال المغرب أو في جنوب المغرب أو في الجنوب الشرقي وقس على ذلك.
تشرشل صنع التاريخ، لأنه في كوزير وزراء بريطانيا طرح فكرة تحقيق أو فكرة تقرير المصير، حق الشعوب في تقرير المصير. وهذه الفكرة كان لديها ثقل كبير في الحرب العالمية الأولى أو في الحرب العالمية الثانية، وفي المرحلة المعاصرة الآن في بداية القرن 21 أو 21، بمعنى أنه في آخر المطاف هذه الفكرة لا تزال الآن تطرح في هذا السياق. على سبيل المثال، السجال الدائر بين المغرب وبين الجزائر وبين الكيان البوليزاريو الذي يقول بأن حق الشعب في تقرير المصير، وقس على ذلك، بمعنى أنه في آخر المطاف هذا النقاش ينزل بثقله حتى الآن في المرحلة المعاصرة. وهذا النقاش يعني كان قد طرح في بداية القرن العشرين. الإمبراطور نيرون وحريق روما في 64 ميلادية، أن شخصية الإمبراطور يعني كانت معروفة آنذاك، تسبب في إحراق روما، وكان قد صعد إلى مرتفع وكان يتفرج في روما وهي تحترق. هذا الحدث يعني حدث معروف تاريخيا، بالإضافة كذلك إلى ثورة الميتافيرس والمعلوميات أدت إلى تغيير خطوات التاريخ. كل هذه الأمور التي أشرت إليها تبين بأن الإنسان لديه لمسة غير من خلالها التاريخ. فعلى سبيل المثال، الميتافيرس كما أشرت الآن، أن مارك مثلا زوكربيرغ كمؤسس لشركة الفيسبوك، وكذلك انضوائه تحت شركة الميتافيرس، تبين بأن العالم المعاصر انتقل من نمط ميكانيكي تقليدي إلى نمط معاصر قائم على المعلومات وقائم على العالم الافتراضي. لأن العالم الآن في القرن 21 يعني دخل خطة جديدة، أو دخل صيغة جديدة، وهي صيغة العالم الافتراضي. والعالم الافتراضي ليس بهذه الشكل المرتبطة بالهواتف والحواسيب والتلفاز، بقدر ما أنه يتعلق الأمر بالأبعاد الثلاثية، أن الإنسان سيعيش عالم افتراضي وكأنه واقع. وهذا تغيير في النمط الجديد في الحياة، والحياة ستتغير بطبيعة الحال. بعد 10 سنوات أو 20 سنة ستتغير منظومة الحياة بشكل كامل. وهذا ما كان ليكن لولا تدخل مجموعة من الأشخاص الذين غيروا أو أبدعوا في هذا السياق، في ابتكار الفيسبوك، ابتكار اليوتيوب، وابتكار تيك توك وانستغرام، وابتكار أيضا تويتر، وقس على ذلك، ومعلوم وتطبيقات جديدة يعني ستظهر في المستقبل القريب. إذا كتلخيص لهذا الموقف أو لهذا التصور في آخر المطاف، يمكن القول بأن التقليد الفلسفي الماركسي ينطلق في سياق حديثه عن الدور الذي يلعبه الإنسان في التاريخ من رؤية مادية جذرية. لأن قلنا بأن في آخر المطاف بأن المقاربة الماركسية هي مقاربة مادية محضة، مقاربة مادية للتاريخ، يتقدم بطريقة مادية وفق شروط واقعية وليس شروط مثالية، عكس ما سنقوله على فريدريك هيجل، على اعتبار أن البنية الاقتصادية هي التي تحدد سيرورة الإنسان داخل التاريخ. فإذا كان هذا الإنسان أو فإذا كان هذا الأخير هو تطور لأحداث مضت، أي سيرورة التاريخ في آخر المطاف، فهو حركة مستمرة يحياها الإنسان. فإن هذه الحركة وهذا التقدم ما كان ليقع لولا الأفعال التي يقوم بها الإنسان داخل الواقع، بحيث أن الإنسان يعمل بطريقة فاعلة في هذا الصدد، ويستبدل البنية القديمة والبنية القائمة ببنية جديدة.
ويتم تغيير مسار التاريخ نحو آفاق جديدة. وبالتالي فدور الإنسان هو دور فاعل ورائد في سيرورة التاريخ وفق أحداث يتم إعطاؤها بشكل مادي وبشكل واقعي. وهذا كل ما لدينا في تصور كارل ماركس باختصار. بالنسبة لتصور فريدريك هيجل القائل بأن التاريخ يستغل الإنسان من أجل صناعة الحدث التاريخي، ففي آخر المطاف يمكن الانطلاق من هذا النص الهيجلي. إن عظماء التاريخ هم الذين يدركون ما هو كوني ويجعلونها غايتهم التي يحققونها طبقا للمفهوم الأقل الروح، لأنه في آخر المطاف أن أشار هيجل في هذا السياق إلى ما يسمى بعظماء التاريخ، ويتبين في من خلال هذا القول بأن الأمر سيتعلق في هذا السياق بالحديث عن العظماء باعتبار أن العظماء يرتبطون بما هو كوني، وهذا ما هو كوني هو نهاية التاريخ وهي الغاية التي يصبو التاريخ إلى الوصول إليها، بمعنى أنه يريد أن يحقق هذه الروح المطلق، وقال بأنه في آخر المطاف أن هؤلاء الأبطال أو هؤلاء العظماء يحققونها طبقا للمفهوم الأرخى للروح، يسمى بالروح المطلق، لهذا علينا أن نسميهم الأبطال. فهم لم يبحثوا عن غايتهم ولا عن مواهبهم في النظام القائم والهادئ، بل أتوا بها من مصدر آخر، من الروح الذي لا يزال خفيا ولم يحقق بعد وجوده الفعلي. بمعنى أن في آخر المطاف الوصول إلى نهاية التاريخ أو إلى تحقيق هذا الروح المطلق الذي لا زال لم يحقق بعد هذا الوجود الفعلي ولم يتمظهر واقعيا، يعني لم يتجلى. لم س س سنشير يعني بعد قليل إلى كون أن الروح المطلق قطع مجموعة من الأشواط منذ المراحل القديمة في أفق تحققه الفعلي فيما يسمى بالدولة الجرمانية أو في الدولة الألمانية، لكنه بدأ يكسر قشرة العالم القائم والهادي لأنها لم تعد تناسب نمو بلاطته في هذا السياق. إن الغاية الحقيقية أو الغايات الحقيقية لا تنبثق إلا من داخل المضمون الذي طور الروح بنفسه ليجسد قوته المطلقة. أما الأبطال فهم الذين لم يحققوا خيالا أو فكرة عمياء، بل حققوا شيئا عادلا وضروريا لأنهم فهموه وأدركوه باعتباره ضروريا وحقا وبالإمكان تحقيقه. ويكون الكون الذي حققه الأبطال موجودا قبلهم، لكن هم الذين حققوه تاريخيا. لقد أخرجوا ما كان مضمرا وجسدوه وأخرجوه وأخرجوا ما كان حيا كالخفاء ليكون حيا في الظاهر. ويظهر الناس أن الوضعية الجديدة التي خلقها الأبطال والعظماء في العالم هي نتيجة لأفعالهم ورهينة بمصالحهم، غير أن ذلك مجرد ظاهر وليس حقيقي. غير أن ذلك مجرد ظاهر وليس حقيقي، لأن الأبطال دائما يظهرون وكأنهم يصنعون الحدث التاريخي وفهموا التاريخ بتلك الشكل التي يجب أن يفهم بها التاريخ، وساهموا في بلورة ونحت مجموعة من الأحداث يعني وفق مصالحهم الذاتية والشخصية، ويحققون مآربهم ومصالحهم الشخصية. لكن فريدريك هيجل يقول بأن هذا مجرد ظاهر، هذا ما يظهر للناس وفقط، لأن ما هو الحقيقي؟ الحقيقي أن الحق بجانبهم، يعرفون حقيقة عالمهم وزمانهم ويعرفون المفهوم الذي سيتحقق لاحقا حسب منطق التطور. ويجتمع الناس حول العظماء لأنهم يعرفون أن هذه الشخصيات التاريخية تمثل الاتجاه العميق للتاريخ. بمعنى ماذا؟
بمعنى أن التاريخ أو أن تغير التاريخ من نمط إلى نمط، الذي يبين لنا بأن التاريخ تغير، هم العظماء. تكون الأمور مستقرة إلى حدود ظهور عظماء وظهور أبطال عظماء في التاريخ، لكي نتحقق أو لكي نعرف بأننا في صدد دخول إلى اتجاه جديد في التاريخ، أو إلى حلقة جديدة في التاريخ. لهذا نقول في هذا السياق يجتمع الناس حول العظماء لأنهم يدركون أو يعرفون هؤلاء العظماء يعرفون أن أو هذا الناس يعرفون أن الشخصيات التاريخية كعظماء إلى آخره يمثلون الاتجاه العميق للتاريخ، فأفعالهم وخطاباتهم هي أحسن ما يتوفر عليه عصرهم، لهذا ينبغي فهمهم انطلاقا من عصرهم أي هؤلاء العظماء. وعندما حققوا الغاية، أي هؤلاء العظماء عندما حققوا الغاية، غاية التاريخ، عندما استغلهم التاريخ لتحقيق هذه الغاية، سقطوا مثل قشور فاكهة. وهذا تعبير لدى هيجل لكي يبين فكرة الاستغلال التي يقوم بها التاريخ. إذا التاريخ يستغل هؤلاء الأبطال في نحت اتجاه عميق للتاريخ عبر أفعالهم التي يقومون بها وبخطاباتهم التي تجسد أحسن ما يسمى، أحسن ما يتوفر عليه ذلك العصر. لأن كل مرحلة يعني تبين، على سبيل المثال القذافي عندما كان قد خرج في 2011 وكان يصيح زانجا زانجا وبيت بيت، فهذا أفضل ما خطاب يعني كان قد طرح آنذاك، وكان يمثل روح المرحلة وروح العصر، لكي يبين بأنه في آخر المطاف مجموعة من الرؤساء يعني سيتم إسقاطهم في هذه المرحلة. لكن في الحقيقة أن هؤلاء العظماء بأفعالهم وخطاباتهم وافتخارهم بذواتهم وافتخار الناس بهؤلاء العظماء يتبين في آخر المطاف بأن التاريخ كان يستغلهم من أجل تحقيق غاية محددة، وهذه الغاية في آخر المطاف تبين بأنهم مجرد قشور فاكهة أفرغت من نواتها، يموتون سواء كانوا شبابا كالإسكندر، أو يقتلون كالقيصر، أو ينفون كنابليون، ويمكن أن نسأل ماذا ربحوا. وهذا عنصر أساسي، لأنه كان في آخر المطاف طرح مجموعة من الشخصيات التاريخية التي كانت دعسيتها في هذه المرحلة، لأن كل الإسكندر والقيصر ونابليون في هذا السياق، يعني نطرح السؤال ماذا ربح كل هؤلاء؟ فما ربحوه هو مفهومه، أي الغاية التي حققوها هو ما أنجزوه في آخر المطاف. نفس الشيء يطرح أو كان قد طرح في بداية الوضعية المشكلة حول محمد بن عبد الكريم الخطابي في هذا السياق. وبالتالي فالغاية النهائية أن التاريخ يستغل العظماء لكي يحقق غاية معينة، ثم هؤلاء العظماء يقتلون ويتم نفيهم ويتم استبعادهم ويتم اغتيالهم في آخر حياتهم في آخر المطاف. وبالتالي فلم يربحوا شيئا، يعني باستثناء أن التاريخ يذكرهم حسب ما قاموا به، أو على الأقل يذكر أفكارهم ولا يذكر الشخصيات كشخصيات، وإنما يذكر أفكارهم داخل التاريخ. إذا التاريخ يستغل شخصيات، على سبيل المثال طرحت مثال القذافي الذي تم استغلاله من طرف التاريخ من أجل صناعة حدث تاريخي معين، وفي آخر المطاف قتل القذافي في وضعية يعرفها الجميع. التاريخ أيضا كما أشرت في المثال السابق أن الإمبراطور الروماني نيرون
استغله التاريخ في آخر المطاف، ويقتلون بطريقة بشعة. التاريخ نفس الشيء، استغل صدام حسين، والكل يعرف النهاية المأساوية لصدام حسين. والتاريخ استغل القيصر، والتاريخ استغل نابليون، وكل هذه الشخصيات يعني كانت نهايتها معروفة ومعروفة من طرف الجميع. فالتاريخ استغلهم كعظماء، لكن في نهاية التاريخ أو في نهاية تاريخهم أو في نهاية حياتهم يعني قتلوا بطريقة بشعة. إذا الفلسفة الهيجيلية كفلسفة قلنا بأنها فلسفة مثالية. فالفلسفة الهيجيلية التي تقول بأن التاريخ يسير نحو غاية محددة، وأن التاريخ يتقدم بطريقة منطقية لكي يصل إلى مرحلة معينة، غير أن هيجل في هذا السياق يقول بأن التاريخ، هذا التاريخ الذي يتقدم، لا يتقدم وفق إرادة إنسانية، بل إرادة للتاريخ عامة وكلية وشمولية تذهب في إطار ما يسمى بالكل نحو تحقيق غاية محددة يريدها التاريخ. فالتاريخ يمكن تشبيهه في هذا السياق مثله مثل الشمس التي ظهرت التي تشرق من الشرق وتغرب في الغرب. فالتاريخ أيضا بدأ في الشرق وسينتهي في الغرب. بدأ في الشرق في الحضارات الشرقية القديمة، في الحضارة الفارسية والحضارات المرتبطة مثلا باليونان وإلى آخره، وستنتهي في آخر المطاف في الدولة الجرمانية وفي أوروبا تحديدا، وفي دول جرمانية، ألمانيا ومجموعة من الدول التابعة للحضارة الجرمانية. إذا نفس الأمر، يقول بأن التاريخ بدأ من الشرق كما قلنا وسينتهي في الغرب، من حضارة شرقية وسينتهي في أوروبا، بمعنى أن أوروبا والدولة الجرمانية هي أعلى مراتب تحقق ما يسمى بالروح المطلق واكتمال الروح المطلق في هذه المرحلة. إذا مجموعة من المراحل التي مرت الحضارات منها، أو مر منها الروح المطلق، جسيد الروح المطلق، أو مرت منها تحقق الحرية في التاريخ، بدأ في البداية بمرحلة الطفولة التي تجسدها الحضارات الشرقية الصينية والهندية، التي كان يقصيها في الحقيقة فريدريك هيجل في هذا السياق في مسألة الحرية، لأن الإنسان لم يكن حر في هذه المرحلة. مرحلة الصبا التي كانت الحضارة الآسيوية في يعني اللي تمثلها الحضارة الفارسية في وحضارة مصرية، حيث يكون الحاكم هو الحر فقط، يكون الحاكم في هذا السياق هو الحر، في حين أنه انتقلنا إلى مرحلة أخرى هي مرحلة المراهقة، بمعنى أنه يشبه مراحل التاريخ مثلها مثل المراحل التي يمر منها الإنسان. مرحلة المراهقة هي المرحلة التي وصلت إليها الحضارة اليونانية أو الحضارات الإغريقية، حيث يكون الحاكم وبعض الناس هم الأحرار، لأن لا يخفى علينا في هذا السياق بأن أرسطو كفيلسوف عظيم وكحاكم في المرحلة اليونانية كان يدافع عن العبودية، وقال أو اليونانيين والتقليد اليوناني يقول في آخر المطاف بأن مجموعة من الناس يولدون بمجموعة من قوى عقلانية، وأن مجموعة من الناس وهي قلة قليلة من الناس تكون حرة وتكون هي التي يجب أن تحكم وتسود و تحكم الناس، في حين أن مجموعة من الناس تتحكم فيهم القوى الغضبية ومهمتهم فقط وهي الدخول في الجيش ومحاربة العدو، في حين أن في مجموعة من أغلبية الناس تتحكم فيهم القوى البطنية الشهوانية التي ينضوون تحت الرقيق وتحت العبيد.
بمعنى انه ليس هناك مساواة في هذه المسألة هذه، بمعنى ان يتعلق الامر في هذا السياق باستبعاد او باستعباد عفوا مجموعة من الناس، وبالتالي فالحاكم وبعض الناس قلة قليلة هم الاحرار. تحسنت صورة الحرية في هذا السياق في مرحلة اخرى، وهي المرحلة الرومانية، وهي تشكل مرحلة الرجولة بالنسبة للتاريخ. اتسعت نسبيا دائرة الحرية، لكن الحاكم يتحكم في هذه المسألة. مرحلة الشيخوخة باعتبارها أرقى مرحلة بالنسبة لهيجل، وهي الحضارة الجرمانية التي اكتملت فيها الحرية في الدولة الألمانية والدول التابعة لها، و يعني تشكل أعلى مرتبة تجسد فيها الروح المطلق، وتجسدت فيها الحرية، واكتملت فيها الفكرة. و بالمناسبة ف يعني يعني لا نقول مرحلة الشيخوخة في هذا السياق باعتبارها هي مرحلة الوهم والضعف، لأنه إذا كانت في الطبيعة مرحلة الشيخوخة يعني تمثل الضعف، لكن بالنسبة للتاريخ فمرحلة الشيخوخة هي مرحلة النضج، ومرحلة مرحلة يعني اكتملت فيها مجموعة من الشروط في آخر المطاف. هي مرحلة القوة، هي مرحلة قوية وصل إليها التاريخ، اكتملت فيها كل الشروط التاريخية للحرية والروح المطلق وللفكرة في آخر المطاف. إذا قلنا بأن التاريخ يستغل مجموعة من العظماء، استغل كما هو الحال للقيصر ونيرون والقذافي إلى آخره. فالتاريخ أيضا استغل جيفارا، واستغل أيضا هتلر، واستغل أيضا الفلاسفة، استغل أيضا داعش وتنظيم القاعدة وبوكو حرام إلى آخره، واستغل أيضا جورج بوش الأب والابن في صناعتهم لمجموعة من الحروب في الخليج، في بلدان الإفريقية وبلدان الآسيوية بشكل عام. يستغل أيضا ما يسمى بالتوندونس، يعني مجموعة من رواد التواصل الاجتماعي، لأن مجموعة من الشخصيات في وسائل التواصل الاجتماعي تعتقد بأنها مهمة وإلى آخره، في حين أنها تنزع إلى الظهور في فترة معينة، ويتم نسيانها في فترة لاحقة. وفي الطوندونس المغربي يعني دليل على هذا، كيظهر مثلا واحد كيتشار ينساوه الناس، يجي عاود تاني واحد اخر، وهكذا دواليك. اذا بالنسبة لتلخيص هذا الموقف، يمكن القول ان ما يلخصه يعني التصور هيل في يعني في تصوره للتاريخ وحركية هذا التاريخ، وهو مكر التاريخ الذي يستغل الأبطال، و يعني تكون نهايتهم نهاية مأساوية. ففي تأملنا في هذه العبارة، أي مكر التاريخ التي يوظفها، يعني هذه العبارة يوظفها هيجل، ويؤدي بنا إلى القول أن دور الإنسان حسب هيجل أو في سيرورة التاريخ هو دور هامشي، دور تابع، دور منفعل، بحيث أن التاريخ في مسيرته نحو تحقيق الروح المطلق يستعمل العظماء كوسائل، وعندما يحقق ما آربه وأغراضه في التاريخ، غرضه في التاريخ، يستغله شخصيات أخرى، بحيث أن ما يفعله الإنسان ليس هو المحرك الخفي للتاريخ، لأن ما نسب للأبطال والعظماء فهو مظهر وليس حقيقة. بمعنى أنه عندما يظهر بطل أو شخصية بارزة، فهذا في حد ذاته تمظهر للتاريخ وتجلي للتاريخ في هذا الشخص، لأن ما نسب للأبطال والعظماء فهو مظهر وليس حقيقة، لأن الروح المطلق أو الله أو الفكرة هو المبدأ الفاعل في سيرورة تاريخ الحضارات، بينما الشخصيات الإنسانية ما هي إلا وسائل في يد الروح المطلق الذي يسطر سلفا غايات بمجرد ما يحققها، يلقي بهم كقشور فاكهة، وربما يمكن أن ينتهي بهم الأمر
إلى نهاية مأساوية، بمعنى أنه في آخر المطاف أن التاريخ يستغل الإنسان لأجل غايات يعرفها التاريخ، أو يسعى التاريخ إلى تحقيقها داخل الواقع. هذا كل ما لدينا في هذا المحور. شكرا على حسن الانتباه، وأتمنى لكم كل التوفيق.